أخبار اليوم. ترجع لورا دي ترجع لورا مش عارف ارجع طب صور خلي صور زي ما انت كده صور انا دخلت لك فين جيت وقعدت هو هذا هو فيري جود واي بتمرن على الماتش لغايه ما تبقى دبليو بوينت تعال كده تعال كده تعال كده المحطه يا جماعه الاساسيات في صناعه الدواء عموما في صناعه الهباسين. المحطه دي جايبينها بضغط متابعه جدا ماشي يا بنت براحتك انا معاك المهم بس ما حدش يتحرك بص يا جماعه زوم طب اسمع شويه طبعا النهارده ده افتتاح هذا المشروع الكبير ان هو ده بياكد على العلاقه الاستراتيجيه بين الامارات ومصر والتعاون اللي بناه في الفتره اللي فاتت وان شاء الله فتره قادمه كمان. ايه الخطط المستقبليه؟ احنا النهارده ناقشنا مشاريع كتيره بتخص برضو وزاره الصحه وجميع الاولويات وبتخص برضو على الاستراتيجيات وبنشوف ازاي نتحرك برضو سريعا لتكليف مشاريع اخرى للفتره القادمه باذن الله. وان شاء الله منظومه التعاون بيننا وبين دوله الامارات مستمره في المنظومه الصحيه. اهميه هذا المصنع فعلا؟ المصنع ده مصنع بينتج امصال، امصال مجموعه امصال بتخدم مصر وافريقيا بحيث ان احنا نغطي احتياجات مصر وننطلق بعد كده ان شاء الله كمان للتصدير لافريقيا. طيب التخصصات ده فعلا؟ كل ده مصنع امصال فاكسينات معينه ضد الانفلونزا وضد مجموعه امصال، في امصال ضد السنيك او اللي هي الثعبان والديفتيريا، مجموعه حاجات امصال ضد مجموعه من الامراض وضد مجموعه من زي الاوبئه وفي حاجات ثانيه اخرى في هذا الكلام. الماده الخام من هنا فدم؟ المادة الخام من عندنا هنا اهوت وفي مصنع ميه كمان عشان خاطر تعبئه جميع القوات الدوائيه من خلال هذا المصنع.